السلام عليكم ورحمة الله. ذكر تقرير أممي أن أزمة الأمن الغذائي في اليمن ستشهد تدهوراً أكبر خلال الفترة القادمة بسبب ندرة السلع الأساسية. وأشار التقرير إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2016 لم تكن عند المستوى. هذا وكشف التقرير عن أعداد مهولة من ضحايا الحرب والجوع والنزوح والأوبئة والأمراض نتيجة استمرار القتال وتدهور الأمن الغذائي والنظام الصحي. نتوقف مع هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أين ينحدر اليمن غذائيا وصحيا في ظل تصاعد موجات الصراع؟ وهل الجهود الإغاثية الدولية عند مستوى الخطر الذي يتهدد الملايين في اليمن؟ وما السبيل للحد من تفاقم أزمة الغذاء والانهيار الصحي؟ إذن تقرير دولي جديد يكشف عن مستوى الأمن الغذائي في اليمن والتدهور الصحي بعد عامين من الانقلاب والحرب، متوقعا الأسوأ خلال العام المقبل الذي يوشك على الحلول مع نهاية عام فائض بالدم والوجع اليمني، وهو مستوى بلغ حدا لا يحتمل مع تصاعد موجات الصراع وتفخيخ مساحات العمل الإنساني وافتقار الملايين للخبز والصحة. هذا الموضوع المليء بالآلام المحمولة على شكل أرقام مهولة نتابع تفاصيله في التقرير التالي. عام جديد مليء بالعذابات التي ملأت حياة اليمنيين يوشك على إسدال ستاره، ويرحل حاملا عصاه التي أوجعت سكان البلاد المسكونة بالفقر والصراع. سيرحل العام تاركا خلفه ضحايا بالآلاف وقبورا مفتوحة على مصراعيها، وما زال حفار القبور مستمرا في مهمته الأزلية. عشرات التقارير والتحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة ومنظمات أخرى باتت هي العزاء اليومي الوحيد الذي يذكر باليمن والأوضاع التي تعيشها. في حصاد العام تقرير أممي يقول إن الأمن الغذائي في اليمن سيشهد تدهورا أكبر خلال الفترة القادمة بسبب ندرة السلع الأساسية وتصاعد مخاطر الجوع التي حلت على أكثر من 8 محافظات يمنية. 5 ملايين يمني حصلوا على مساعدات إنسانية مباشرة موزعين على كافة المحافظات، بينما تشير الإحصاءات إلى أن المحتاجين لمساعدات يتجاوز عددهم 18 مليون شخص، بينهم 7 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. النزوح الكارثة الثانية التي تواجه اليمنيين البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين نازح داخل البلاد، بينهم ما يقارب 1 مليون يعيشون في مخيمات للنازحين أو تجمعات سكنية عشوائية بدون أدنى مقومات الحياة. ضحايا الحرب جانب آخر للوجع اليمني، حيث تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 10,000 شخص وإصابة أكثر من 40,000 آخرين، وتلك الأرقام المعلنة بينما الأرقام الحقيقية تتجاوز ذلك بكثير. في موازاة كل ذلك يواجه القطاع الصحي خطر الانهيار بحسب ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد شادول، الذي قال إن استمرار الحرب وتوقف الدعم الدولي يعرض حياة الملايين من اليمنيين للخطر جراء توقف دعم القطاع الصحي في البلاد بشكل شبه تام منذ سبتمبر الماضي، حيث لم تتلقى المرافق الصحية أي دعم مالي لتغطية النفقات التشغيلية ودفع رواتب الموظفين. عودة الأمراض الوبائية مثلت انتكاسة كبيرة للقطاع الصحي، حيث عادت أوبئة في مقدمتها الكوليرا وحمى الضنك والتهابات الجهاز التنفسي والإسهالات إلى الواجهة بعد سنوات من اختفائها، ما أسقط ضحايا في مناطق مختلفة. وضع مليء بالتعقيدات وطريق محفوف بالأمراض ومزروع بألغام الصراع الذي أدخلت ميليشيا الحوثي والمخلوع البلاد في أتونه، وتستمر في المقامرة حتى روح وحياة آخر يمني بحثا عن حلم الاستئثار بحكم البلاد بقوة السلاح. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة حول الوضع الغذائي والصحي في اليمن المتدهور. هناك أرقام تنذر بمخاطر كبيرة يتهدد حياة الملايين في اليمن، لا سيما بعد طول أمد الحرب. الآن مر 2 عام على اليمن، المعونة الغذائية لا تصل بالشكل المطلوب ولا تغطي الاحتياجات الكبيرة التي يحتاجها المواطنون والمدنيين في اليمن، سواء في الجانب الغذائي أو في الجانب الصحي. ربما كانت أبرز هذه المحافظات محافظة الحديدة التي تعاني من مجاعة كبيرة،
هناك أيضا احتياج كبير للمواد الطبية والصحية في محافظة تعز، أيضا المواد الغذائية. الحال هو أيضا في محافظة حجة وفي العديد من المحافظات التي تعرضت للاجتياح من قبل الميليشيا وبسبب الحرب التي قادتها منذ الانقلاب عام 2014. ربما هناك عدم اهتمام كبير من قبل المنظمات الصحية والإغاثية الدولية لدعم الوضع الصحي والغذائي في اليمن. نبدأ هذه الحلقة مع وكيل مساعد وزارة الصحة الدكتور عبد الرقيب الحيدري. مساء الخير دكتور عبد الرقيب. دكتور عبد الرقيب مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك دكتور. في البداية، أنتم كمتابعين ومسؤولين عن الوضع الصحي والغذائي في اليمن، كيف تقيم الوضع الآن مع حلول العام الجديد 2017 وأيضا الاحتياج الكبير الذي كانت تعاني منه المدن والمحافظات اليمنية في عام 2016؟ حيا الله الأخ بشير، وحيا الله مشاهدين قناة بلقيس الفضائية. نحن نأمل في وزارة الصحة أن يكون مستقبل اليمن في عام 2017 مستقبل واعد، لكن ما يفيد أمالنا وظننا هو إحكام هذه الميليشيات على الحصار البري والجوي لليمن. نعم، فهناك الكثير من المهددات لليمن، ووجود هذه الميليشيات التي تهدد وصول المساعدات الإنسانية ووصول الإغاثة، وكذلك التي تسعى إلى هدم كل مقومات العامل الصحي في اليمن. نعم، إذن أمام هذا العدم ربما المسؤولية من قبل الانقلابيين من قبل الميليشيا، ما الذي بأيديكم لتصنعوه للمحتاجين سواء في الجانب الغاثي والجانب الصحي؟ تسعى وزارة الصحة بالتعاون مع لجنة الإغاثة، وهي عضو لجنة الإغاثة، بالتواصل مع مركز الملك سلمان ومع المنظمات الدولية المحلية والإقليمية والدولية لتخفيف المعاناة على الشعب اليمني من خلال رفع مستوى الصحي في اليمن، كذلك من خلال الحد من انتشار الأمراض وكل ما يهدد سلامة المواطن اليمني. تسعى إلى ذلك من خلال رفع والإنذار بحجم الخطر من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، بحيث تجعل المنظمات أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لما قد يتعرض له الشعب اليمني. نعم دكتور، مع عودة الحكومة إلى عدن والرئاسة في محافظة عدن العاصمة المؤقتة، هل يعني سيكون هذا العام ربما أكثر ترتيبا، أكثر قدرة على تغطية الاحتياجات وتوفيرها سواء غذائيا أو صحيا في اليمن؟ بلا شك أن هناك ترتيبات قامت بها دولة الأستاذ أحمد عبيد بن زغر، وخاصة فيما يخص الوضع الصحي في اليمن. هناك تم طلب دراسة الميزانية لوزارة الصحة لعام 2017 بما يتناسب مع حجم الاحتياج. أيضا قامت وزارة الصحة مشكورة بالتخاطب مع المحافظات، وسواء المحافظات المحررة أو غير محررة، كجانب إنساني بمدى الاحتياجات التي تحتاجها المحافظات ومقدار ما يمكن إنقاذه والحفاظ على أقل مستوى الوضع الصحي في اليمن. وهناك توجيهات من الحكومة وتوجيهات من الرئيس لمتابعة خاصة ما يخص ملفات الجرحى أو ما يخص مواضيع الإغاثة الطبية. نعم دكتور، الدعوة الأخيرة التي جاءت من وزير حقوق الإنسان وأيضا بمطالبة من الحكومة الشرعية للمنظمات العاملة في حقل الإغاثي والإنساني في اليمن بأن تنقل مكاتبها إلى عدن، إلى أي مدى استجابت هذه المنظمات
لدعوة الحكومة؟ لا تزال هناك دعوة عبر الحكومة للمنظمات الدولية في صنعاء بتغيير مكانها إلى عدن. خاطبت الحكومة الأمين العام للأمم المتحدة، خاطبت الحكومة أيضا مجلس التعاون الخليجي الذي بدوره خاطب وطالب أن إذا كان فعلا يرفض الشرعية وهو يقف ضد الانقلاب أن تنقل هذه الأمم المتحدة أن تنقل مقراتها إلى عدن بحيث يسهل عملها والتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة. هناك تقريرات غير محقة بأن عدن لا تزال تعيش وضع أمني، وهناك بعض المنظمات للأسف لا تزال تعمل في هذا المجال ولكنها تمارسه سياسيا أكثر من وضعه الإنساني. نعم دكتور، فيما يخص السفن التي كانت تتمنع الميليشيا عن السماح لها بدخول المعونة الغذائية في ميناء الحديدة والصليف، إلى أين وصلتم بهذا الصدد؟ هل سيتم الإفراج عن هذه الشحنات؟ هل سيتم تحويلها إلى الأماكن المحتاجة والمتضررة أم ستظل حبيسة حبيسة لدى الميليشيا وعدم السمح لها بأن تصل إلى المحتاجين؟ نحن كان من الأفضل أن يوجه هذا السؤال إلى معالي الوزير الأستاذ عبد الرقيب فتح، هو رئيس لجنة الإغاثة. نعم. وهو المسؤول عن العلاقات الخارجية مع المنظمات ومن الجانب الرسمي، ربما كان سيفيدك أكثر، ولكن هناك مساعي كبيرة لتحويل السفن التي منعت من وصول ميناء الحديدة إلى عدن، وهناك رفض أممي دولي، لكن أعتقد بمطالبة الحكومة واستمرارية مطالبتها ربما يتم تحويلها، ولا أعلم ما إذا كانت قد وصلت عدن أم سمح لها إلى الحديدة. نعم الجانب الصحي دكتور عبد الرقيب وأنت وكيل مساعد في الوزارة، هل هناك مثلا وعود من منظمات عالمية وإنسانية بتقديم دعم لليمنيين في عام 2017 خاصة مع التقارير التي تنذر بالخطر الكبير في الجانب الصحي في العام الجديد إن استمرت الحرب على ما هي عليه؟ أخي الحبيب لا أفتيك، فعلا أننا مطمئنون كثيرا لوجود مركز الملك سلمان الرافد الحقيقي والشريك الأساسي لدعم شعبنا في اليمن، وهو الصمام الرئيسي الذي حتى يعطي للمنظمات الدولية التي تعمل في اليمن. ولذلك كل رؤانا وخططنا قدمت لوزارة الصحة لمركز الملك سلمان، وهناك برامج قدمت للمنظمات الدولية ووعود بذلك، ولكن عندما ينذر الخطر إخواننا في أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي قريبون منا، ودائما عندما تنذر أي كارثة أو مخاطر سرعان ما يلبوا النداء، وأنا من هذا المنبر أحييهم وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيما يعطون. نعم دكتور، المبالغ الكبيرة التي تم التبرع لليمن بها من سواء من قبل مركز الملك سلمان ممثلا بالمملكة العربية السعودية أو بعض الداعمين في دول الخليج وغيرها، هل تم استيعاب كل تلك المنح أم لا زالت هناك ربما عراقيل تحول دون أن تصل للمحتاجين في الداخل؟ هناك تحديات، هناك وصول كثير من المواد الإغاثية الطبية إلى اليمن، وهناك تحديات تقف أمام المناطق الغير محررة والتي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة والتي تحاول أن تمنع وصول المساعدة الإنسانية سواء المساعدة الغذائية أو الطبية، فكثير من المحافظات متضررة وهناك مآسي كثيرة. حاول ما قدر الإمكان نضغط على المنظمة المتحدة بحيث أن تتبنى هذه الإغاثة وأن توصلها إلى مستحقيها، أما يعني مارست بعض المنظمات للأسف الخذلان مع جهود الحكومة
واستطاعت بعض المنظمات ان تصل، ولكن هناك طرق بديله. حاول مركز الملك سلمان ان يتعاقد مع تجار في الداخل وفي المناطق المحرره، وتم تخفيف هذه المعاناه. حجم الاغاثه التي تقدم لا تقارن ولا يعني هي قليله بقدر الحاجه لشعبنا، ولكننا نامل باذن الله عز وجل في عام 2017 ان تتمكن القوات الشرعيه من تحرير الاراضي، خاصه في ظل انهيار الميليشيات المسلحه والذي رايناه خلال هذا الاسبوع من انهيار في كثير من الجبهات وارتفاع وتيره القوات الشرعيه. اضف الى ذلك هناك احتشاد شعبي غاضب امام هذه الميليشيات وامام سيطرتها، منعها للرواتب، جبايتها لمؤسسات الدوله الخاصه والرسميه. حاولت قدر الامكان اذلال الكثير من العاملين في كل المؤسسات. هذا مؤشر يجعلنا نطمئن اكثر ان موعد زوال هذه الميليشيات قريبا ان شاء الله. نعم دكتور، اختم معك بسؤال اخير فقط فيما يخص العام 2017 في الجانب الصحي. هل سيكون هناك تأهيل لمراكز صحية، افتتاح مستشفيات تلبي الاحتياج الكبير لاستقبال المرضى الجرحى خلال العام القادم؟ أخي الحبيب، باعتقادي أن وزارة الصحة تسعى الآن إلى أن العمل ضمن ميزانية 2014. هذه الميزانية التي ستعمل بها خاصة في ظل قلة حجم الموارد سيكون الحفاظ على المؤسسات وتغطية الحاجات الأساسية من رواتب، من أدوية للمستشفيات، من إغاثة أدوية لمرضى الفشل الكلوي، تشغيل مراكز مستشفى السرطان، مراكز السرطان. هناك منح علاجية تم مطالبة دول مجلس التعاون ورفعها للحالات المستعصية. هناك مستشفيات ميدانية تصل إن شاء الله على 18 واحد من الإخوة الأتراك، ستصل إلى عدن وستصل إلى تعز في مستشفى خليفة في التربة. هذه المستشفيات ستكون رافد حقيقي فعلا. هناك تعاقد مع لجان طبية دولية إن شاء الله ستصل وستخفف من أعباء الجرحى الذين تزهق أرواحهم هذه الميليشيات. هناك جهد حقيقي لكنه لا يكفي لقلة حجم العاملين والظروف التي تمارس، يعني المستوى الأمني في الداخل وكذلك محدودية العمل. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الرقيب الحيدري، وكيل مساعد وزارة الصحة، كنت معنا في هذه الحلقة التي خصصناها عن الوضع الصحي والغذائي في اليمن، مع صدور العديد من الأرقام المهولة والمخيفة من قبل منظمات دولية تنذر بكارثة إنسانية وصحية في اليمن في العام الجديد إذا لم يتم تدارك الوضع بسبب استمرار الحرب وتردي الأوضاع الاقتصادية. أشكركم الدكتور عبد الرقيب الحيدري. أيضا كنا نتمنى أن يكون معنا وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة الإغاثة الدكتور الأستاذ عبد الرقيب فتح، لكن لم نتمكن بالاتصال معه. أيضا كنا منسقون مع الأستاذة هالة الشحاري مدير إدارة شؤون المرأة في ديوان محافظة الحديدة، وهي لها أعمال كثيرة في الجانب الإغاثي والإنساني بسبب رداءة الاتصالات. إذن ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث، نلقاكم إن شاء الله بحلقة جديدة. حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم ورحمة الله.